بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. مساء الخير جميعا. نرحب بسيادة المطران وليام الشوملي الجزيل الوقار. نرحب بالآباء الأجلاء الكهنة. نرحب بالرهبات العزيزات. نرحب بكم جميع المصلين الأحباء والضيوف الكرام. وأهلاً وسهلاً بكم في كنيستكم كنيسة سلطانة السلام. في هذا اليوم المبارك نحن سعيدين جداً بهذه المناسبة وبهذا الحدث الفريد من نوعه في أن يكون في رعيتنا خدمة جديدة من خلال منح سيادة المطران رتبة الشدياق لثلاثة من أبنائنا في الرعية. فخورنا بكم وإنها لبركة ونعمة لنا جميعاً ولهذه الكنيسة بشكل خاص. نشارككم ونرافقكم بصلواتنا ونكرر ترحيبنا بكم وأهلا وسهلا بكم جميعا. والآن لنندم على خطايانا فنكون أهلا للاشتراك في هذه الأسرار المقدسة. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا لأجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. Yeah.
أيها الإله ربنا، أنعم علينا بأن نعبدك من صميم قلوبنا، وأن نولي جميع الناس حبًّا صادقًا بربنا يسوع المسيح ابنك، الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. القراءة الأولى قراءة من سفر إرميا النبي. بارك يا سيد. في أيام يوشيا كانت كلمة الرب إلي قائلا: قبل أن أصورك في البطن عرفتك، وقبل أن تخرج من الرحم قدستك وجعلتك نبياً للأمم، وأنت فاشدد حقويك وقم وكلمهم بكل ما آمرك به، لا تفزع من وجوههم لئلا أفزعك أمامهم، فإني ها أنا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعموداً من حديد وأسواراً من نحاس على كل الأرض، على ملوك يهودا ورؤسائه وكهنته وشعب الأرض، فلا يحاربوك ولا يقوون عليك، لأني معك يقول الرب لإنقاذك. كلام الرب. بك اعتصمت يا رب فلن أخزى إلى الأبد، يكرمك بكرمك أنقذني ونجني، أرهف أذنك وخلصني. كن لي ملجأ عزيزا وحصنا حصينا لتخلصني، فإنما أنت صخرتي وحصني، إلهي نجني من يد الآثم. هلم أيها الرب يسوع واسكن في نفسي بالإيمان، فإنك لي أيها المولى الرجا ومعتمدي يا رب منذ الصبا، مذ كنت في الرحم كان عليك معتمدي، ومذ كنت في أحشاء أمي كنت لي سيدي. هلم أيها الرب يسوع واسكن في نفسي بالإيمان، يحدث لساني بكرمك وطوال الأيام اليوم بخلاصك. اللهم إنك علمتني هذا منذ شبابي، وها إني ما زلت بمعجزاتك مخبراً. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. بارك يا سيد. أيها الإخوة، تشوقوا إلى المواهب العظمى، وها إني أدلكم على طريق أفضل منها كثيراً. لو تكلمت بلغات الناس والملائكة ولم تكن في المحبة، فما أنا إلا نحاس يطن أو صنج يرن. لو كانت لي موهبة النبوءة وكنت عالماً بجميع الأسرار، عارفاً كل شيء، ولي الإيمان الكامل لأنقل الجبال، ولم تكن في المحبة، فما أنا بشيء. لو فرقت جميع أموالي لإطعام المساكين، وأسلمت جسدي ليحرق، ولم تكن في المحبة، فما يجديني ذلك نفعاً. المحبة تصبر وتخدم، المحبة لا تحسد ولا تتباهى، ولا تنتفخ من الكبرياء، ولا تفعل ما هو قبيح، ولا تسعى إلى منفعتها، ولا تحنق ولا تحقد،
ولا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق، وهي تعذر كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتتحمل كل شيء. المحبة لا تزول أبداً، أما النبوءات فستبطل، والألسنة ينتهي أمرها، والمعرفة تبطل لأن معرفتنا ناقصة ونبوءاتنا ناقصة، فمتى جاء الكامل زال الناقص. لما كنت طفلاً كنت أتكلم كالطفل وأدرك كالطفل وأفكر كالطفل، ولما صرت رجلاً تخليت مما هو للطفل. فنحن اليوم نرى في مرآة رؤية ملتبسة، وأما في ذلك اليوم فتكون رؤيتنا وجهاً لوجه. اليوم أعرف معرفة ناقصة، أما في ذلك اليوم فسأعرف مثلما أنا معروف. فالآن تبقى هذه الأمور الثلاثة: الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمها المحبة. أرسلني الرب لأبشر الفقراء وأعلن للمأسورين تخلية سبيلهم. هللويا 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 هللويا. الرب معكم ومع روحك أيضا. فصل من بشارة القديس لوقا الإنجيل في ذلك الزمان أخذ يسوع يقول في مجمع الناصرة: اليوم تمت هذه الآية بما أسمع منكم. وكانوا يشهدون له بأجمعهم ويعجبون من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، فيقولون: أما هذا ابن يوسف؟ فقال لهم: لا شك أنكم تقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشفي نفسك، فاصنع هنا في وطنك كل شيء سمعنا أنه جرى في كفرناحوم. وأضاف: الحق أقول لكم، ما من نبي يقبل في وطنه. وبحق أقول لكم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في أيام إيليا، حين احتبست السماء 3 سنوات و6 أشهر، فأصابت الأرض كلها مجاعة شديدة،
ولم يرسل إيليا إلى واحدة منهن، وإنما أرسل إلى أرملة في صرفات صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص على عهد النبي إليشا، فلم يبرأ واحد منهم، وإنما برئ نعمان السوري. فثار الثائر جميع الذين في المجمع عند سماعهم هذا الكلام، فقاموا ودفعوه إلى خارج المدينة وساقوه إلى حرف الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه عنه، ولكنه مر من بينهم ومضى كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. نداء المترشحين لخدمة الشديار. ليتقدم المترشحون لخدمة الشدياق. نجيب أبو الشعر. ها أنا ذا. جمال قنده. ها أنا ذا. سهيل عباسي. ها أنا ذا. حضرة كاهن الرعية الفاضل الأبهاني، حضرات الكهنة، الأخوات الراهبات، المرشحين إلى درجة الشدياق على نجيب سهيل وعائلاتهم، أبناء هذه الرعية الأحباء، بعد قليل سوف تمنح الكنيسة رتبة الشدياق لإخوتنا الثلاثة، واستعدوا لقبول هذه الرتبة منذ سنة كاملة. شاركوا فيها لعدة محاضرات وحصص ونشاطات روحية، بحيث أصبحوا جاهزين بعد أن أخذوا رتبة القارئ أن يقبلوا اليوم رتبة الشدياق. كلمة شدياق تأتي من اللغة اللاتينية سوبدياكونوس، وتعني الشماس الرسائلي. بإمكان الشدايقة أن يخدموا الهيكل وأن يهيئوا التقادم للذبيحة، وأن يمنحوا بشكل استثنائي المناولة للمؤمنين خلال قداديس الأحد والأعياد الكبرى، وأيضاً بإمكانهم أن يمنحوا المناولة للمرضى. أنتم تعلمون أن بعض الرعايا تتزايد والحمد لله، وعدد المصلين يزداد، والمناولة أحياناً تستغرق في بعض الكنائس نصف ساعة، ويأتي الشدايقة ليساعدوا في المناولة إلى جانب الكاهن. واليوم رايحين لأول مرة يناولون أبناء هذه الرعية، ونحن الكهنة سوف نجلس في أماكننا بينما هم يمارسون هذه الرتبة، وسوف تشاهدونهم في الأحاد القادمة والأعياد الكبرى يقومون بهذه المهمة. وبإمكانهم أيضاً أن يعرضوا القربان الأقدس عند ساعات السجود، لبل أيضاً أن يحضروا الصغار للمناولة الأولى، فكل شيء يتعلق بالإفخارستية وسر القربان الأقدس بإمكانهم أن يقوموا به مساعدة للكاهن.
اسمحوا لي الآن أن أتوقف قليلاً عند الإنجيل المقدس. في هذا الإنجيل الذي هو تكملة لإنجيل الأحد الماضي، حيث يسوع دخل مجمع الناصرة وطلب منه أن يقرأ في أشعية، وبعد أن قرأ في أشعية الفقرة التي تقول روح الرب نازل علي لأنه مسحني وأرسلني، أنهى وعظه أو شرحه لنص أشعية بقوله اليوم تمت هذه الآية في على مسامعكم، أي بكلام آخر أنا المسيح المنتظر الذي تنبأ عنه أشعية، أنا الذي مسحني الرب وأرسلني لأبشر الفقراء والمساكين ولكي أعلن سنة مرضية للرب. أعجب به أهل الناصرة، أعجبوا به، أعجبوا بمنطقه، أعجبوا بشخصيته، ولكنهم توقفوا عند الإعجاب ولم يتخطوا عتبة الإعجاب إلى الإيمان، لا بل بالعكس أخذوا يقولون أليس هذا هو النجار؟ أليس هو ابن يوسف ومريم؟ وتوقفوا عند نسبه البشري ولم يقبلوا بهويته التي أعلنها أنه المسيح المنتظر. استاء يسوع من موقفهم، فبينما آمن به أهل الجليل والسامرة فإن أبناء مدينته لم يؤمنوا به، فقال لهم لا كرامة لنبي في وطنه، لا كرامة لنبي في وطنه، وأعطى لهم مثلين كيف أن النبي في وطنه غير مقدر. المثل الأول، عندما جاء إيليا إلى بيت الأرملة الفقيرة واشترح معجزة تكثير الزيت والطحين، وهذه الأرملة لم تكن يهودية بل كانت غريبة، وهذه هي المعجزة الوحيدة من هذا النوع التي يقوم بها إيليا وليس مع أبناء قومه. أما المعجزة الثانية فقام بها إليشاع، قام بها إليشاع مع شخص غريب سوري هو القائد نعمان السوري الأبرص الذي جاء للاستشفاء والاستطباب، فطلب منه إليشاع النبي أن يغتسل في نهر الأردن، اغتسل 7 مرات وشفي من برصه، وأكد يسوع بأن نعمان السوري كان غريباً. إذن الغرباء آمنوا بينما أبناء دينهم لم يؤمنوا بأنبيائهم. وعندما قال يسوع لا كرامة لنبي في وطنه غضب اليهود عليه وأرادوا أن يقتلوه وأن يلقوه من حرف الجبل الذي في الناصرة، ولليوم في بالناصرة جبل يسمى جبل القفزة، حيث أراد اليهود أن يلقوا يسوع منه، لكنه مر من بينهم ونجا منهم. إخوتي وأخواتي، نتساءل ما هو الإيمان؟ ولماذا يؤمن البعض ولا يؤمن البعض الآخر؟ الناس أقسام، هنالك من يؤمن ويمارس دينه، وهنالك يؤمن ولا يمارس دينه، وهنالك من لا يمارس ولا يؤمن. لماذا نؤمن؟ الإيمان هو هبة من الله، الإيمان هو بذرة زرعها الله فينا بالعماد، هذه البذرة مثل حبة الخردل تنمو وتكبر وتصبح شجرة، لكن بإمكاننا أن نقبل بالإيمان أو أن نرفض الإيمان. الأعمى الذي شفاه يسوع قال إني أؤمن يا رب فزدني إيماناً، يسوع قال في مقام آخر لو كان عندكم إيمان بمقدار حبة خردل لقلتم لهذا الجبل انتقل من هنا لأطاعكم. فالإيمان هبة من الله نقبلها في قلوبنا وننميها بالممارسة، بالصلاة، بمطالعة الكتاب المقدس، بطاعة وصايا الله. الإيمان هو جسم حي ينمو ويكبر، ولكن بإمكانه أيضاً أن ينقص وحتى أن يموت. الله في عنايته الربانية
وضع في طريقنا علامات، آيات لكي يقوي إيماننا. فنحن ضعفاء، نحن نريد أن نرى، نريد أن نسمع حتى نصدق. نحن مثل توما أحياناً نقول إن لم أرى لا أؤمن. ما هي العلامات التي يضعها الله في طريقنا كي يزداد إيماننا ويتقوى؟ أريد أن أمر بسرعة عن بعض هذه العلامات التي يضعها الله في طريقنا. العلامة الأولى لكي نؤمن بوجود الله هي الخليقة والعالم الجميل المتناسق الواسع المتسع الذي خلقه الله والذي نعيش فيه. هذا العالم لا يمكن أن يوجد بالصدفة، ويقول الفلاسفة بأنه لا نظام بدون منظم، ولا حركة بدون محرك، ولا موجود بدون موجد، ولا خليقة بدون خالق. وقال أحدهم: لا يمكن أن تكون هنالك ساعة إن لم يكن هنالك ساعاتي قد أوجدها واخترعها. والعالم أعقد من ساعة، لا يمكن أن يكون العالم نتيجة الصدفة. هذه علامة نراها، بإمكان الإنسان أن يؤمن وبإمكان الإنسان أن ينكر وجود الله. ويوجد في العالم أكثر من مليار ملحد لا يؤمنون بوجود الخالق، رغم أن العلامات على وجوده كثيرة لا تحصى ولا تعد. أما العلامات التي تجعلنا نؤمن بيسوع المسيح ويتقوى بها إيماننا، فمنها مثلاً الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو الموسوعة من الأسفار والكتب التي تروي تاريخ الخلاص، والتي تتنبأ عن مجيء المخلص، أو أنها تروي حياة المخلص في الأناجيل الأربعة. هذه الأسفار المقدسة هي موسوعة نجد فيها كل المعارف التي نريدها لخلاصنا. لا بل هي كما قال أحد الآباء القديسين: الكتاب المقدس هو صيدلية، لأن فيها كل الأدوية الروحية اللازمة لكي نتحرر من أمراضنا الروحية الكثيرة. بالإضافة إلى الكتاب المقدس هنالك المعجزات والنبوءات، والمعجزات ما زالت مستمرة في تاريخ الكنيسة، ولا يمكن أن تتم المعجزة إلا بقدرة الله. إذن المعجزة هي علامة على صدق إيماننا المسيحي. بالإضافة إلى المعجزة والنبوءة هنالك شخصية يسوع المسيح التي هي شخصية إعجازية. عندما نحاول أن ندرس شخصية يسوع في الأناجيل نجد أنه يجمع بين أمور تبدو متناقضة، يجمع بين العدل والرحمة، يجمع بين القوة والوداعة، يجمع بين كل الفضائل التي يمكن أن يعيشها الإنسان. شخصية يسوع شخصية بديعة، كان قريباً من الناس، من الصالحين والخطأ، كان قريباً من الضعفاء، وكان أضعف الحلقات في ذلك الوقت النساء والأطفال، فكان يسوع يحترمهم ويعتبرهم مساوين للآخرين. ومن العلامات الكثيرة التي أوجدها لنا يسوع لكي يزداد إيماننا هنالك نشأة الكنيسة. الكنيسة نشأت بدون عنف، بدون قوة، بدون سيف، بالرغم من الاضطهادات. الكنيسة في انتشارها هي معجزة، والكنيسة في استمراريتها بعد 2000 سنة وانتشارها في العالم كله في القارات الخمس، حيث هنالك 2000 لغة يحتفل بها بالذبيحة والقداس. انتشار الكنيسة واستمراريتها هي أيضاً من العلامات الفارقة التي تقوي إيماننا. إخوتي وأخواتي، في هذا القداس وبمناسبة هذا الإنجيل نحن نريد أن نجدد إيماننا بيسوع المسيح، وأن نرى بأم أعيننا العلامات التي يضعها في حياتنا، ومنها أيضاً العناية الربانية، حيث أن كل شيء في حياتنا يؤول إلى خيرنا. نحن مثل الأعمى أعمى أريحة نقول للرب:
إني أؤمن يا رب فزدني إيماناً. آمين. والآن نعلن إيماننا إيمان الكنيسة. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يكون وراء ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم ومات وقبر، قام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضاً سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة سرية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أيها الإخوة الأعزاء، لنبتهل إلى الله ربنا كي يفيض بركته على إخوتنا هؤلاء علاء وسهيل ونجيب، الذين اختارهم لمهمة الشضياق ويؤيدهم للخدمة بأمانة في كنيسته المقدسة. صمت وجيز نطلب خلاله الروح القدس ليحل علينا جميعاً، وخصوصاً على إخوتنا الذين يستعدون لقبول هذه الرتبة المباركة. اللهم يا من أودعت كنيستك خبز الحياة على يد ابنك الوحيد، هلم وبارك إخوتنا هؤلاء المختارين لخدمة الشضياق، وامنحهم أن يلزموا مذابحك المقدسة، ويحرصوا على مناولة إخوتهم خبز الحياة، وينمو في الإيمان والرجاء والمحبة من أجل بنيان الكنيسة. بالمسيح ربنا. آمين. يا نجيب، إليك هذا الكأس وهذا الخبز المعدين للاحتفال بسر الإفخارستية، واجتهد في أن تكون أهلاً لخدمة مائدة الرب والكنيسة. آمين. آمين. يا جمال، إليك هذا الكأس وهذا الخبز المعدين للاحتفال بسر الإفخارستية، واجتهد في أن تكون أهلاً لخدمة مائدة الرب والكنيسة. آمين. يا سهيل، إليك هذا الكأس مع الخبز للاحتفال بسر الإفخارستية، واجتهد في أن تكون أهلاً لخدمة مائدة الرب والكنيسة. آمين.
أحلى كف لهم نجيب وسهيل وأبو علاء جمال قندة. ألف 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 مبروك. والآن نصلي طلبات المؤمنين عن نية هذه الرعية العزيزة، عن نياتكم جميعاً وعن نيات الشضايق الجدد. أيها الإخوة الأحباء، يسوع لا يقيم عند من يرفضونه، فلنطلب إليه أن يهبنا إيماناً به وتصديقاً لرسالته فيزداد بذلك إيماننا. من أجل كنيسة الله المقدسة، لكي تحمل إلى الناس أجمعين ما لها في الناس من رسالة نبوية، وتجدد بها ضمائر الناس وقلوبهم إلى الرب نطلق. استجب يا رب. من أجل أنبياء الله وخدامه الأوفياء الذين لا يواجهون من أهل الدنيا إلا مقاومة واضطهادا، لكي يحتملوا بالصبر ما يواجهون إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل إخوتنا المتقدمين اليوم لنيل رتبات الشتياق، أن تكون خدمتهم زاخرة بالعطاء والتفاني في حقل الرب إلى الرب نطلب. من أجل إخوتنا خدام هيكل الرب، ليكونوا أهلاً لهذه الخدمة المباركة ومثالاً صالحاً في خدمة الكنيسة والذبيحة الإلهية إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن تتكرم السيدات العذراء وتعلمنا كيف نجتنب لعنة المسيح وعتابه المريء، وكيف نتخذه سيدا حبيبا مطاعا ونبيا كريما مكرما وإلها قديرا معظما إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل طلباتنا وصلواتنا الخاصة نصلي بصمت إلى الرب. أيها الرب يسوع المسيح، يا من كشفت لأهلك وذويك في مجمع الناصرة عن حقيقتك، فسيطرت عندهم روابط الدم على روابط الروح فأنكروك، نسألك فآتنا إيماناً بذاتك وتصديقاً لرسالتك وإذعاناً لسلطانك، واجعلنا عندك أهل كرامة ونصيب. أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. آمين. Thank you.
صفحة 264 264 Yeah.
صلوا يا الاخوه والاخوات الى الله الاب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحه. جئنا مذابحك بتقديمات عبادتنا يا رب، فارمقها بعين الرضا واجعلها تؤول إلى خلاصنا بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي. بهذا تعرفنا مجدك السامي الرفيع، إنك بعثت إلينا ابنك الوحيد متخذاً طبيعتنا الوضيعة، إنه آدم الجديد الذي به خلصت البشرية الهالكة والذي بموته جعلتنا شركاء في حياتك الإلهية الخالدة. وإن جوقات الملائكة به لعظمتك يسبحون وهم في دار الخلود بين يديك في فرح ماثلون، فإياك نسأل أن تضم إلى أصواتهم أصواتنا فنسبح معهم جميعاً في سرور وابتهاج قائلين. حقاً إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعاً أخذ خبزاً وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها وبلغها كمال المحبة مع حابرنا دم البابا فرانسيس ومدابر الرسول بير باتيستا واسقوفنا ويليام وسائر الكليروس. اذكر اخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين الى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، ومع القديس يوسف خطيبه العفيف، مع الرسل الأطهار
وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نيسر فنقول: الشرور، تعطف وامنح السلامة في أيامنا، وعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما. بمحبة وفرح المسيح فلنتبادل السلام. حمل الله هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. ترتيلة المناولة على صفحة 435 435. جسد ودم ربنا ومخلصنا الكريم والمقدس الطبيعي.
Thank you.
رجعتي لصفحة 420 420 Thank you.
لنصلي. اللهم ها قد أنعشنا سر الفداء، فنسألك بحق خبز السماء هذا أن ينمو الإيمان القويم ويعم أقاصي الأرض بالمسيح ربنا. امبارح كان عيد تقدمة يسوع إلى الهيكل، وكان هو عيد الخدام، فاليوم كمان خدامنا خدام الهيكل في كنيسة سلطان السلام بدهم يجددوا وعودهم لخدمتهم لهيكل الرب في هذه الرعية. يتفضلوا هم كلهم إذا ممكن. اللهم يا من أرسلت ابنك راعيا لنا وهاديا، نسألك أن ترسل دوما عملة صالحين إلى كرمك كي يواكب شعبك في مسيرته نحو الملكوت. بارك اللهم هؤلاء الخدام، وليحل عليهم روحك القدوس فيمكنهم من القيام برسالتهم بفرح وتفان خدمة لشعبك المؤمن بالمسيح ربنا. آمين. ألف مبروك وأحلى كفلة لهم كمان لخدامنا الأعزاء اللي دائماً يتعبوا في خدمة هذه الكنيسة من خلال خدمتهم للهيكل. تفضلوا معكم.
مساء الخير للجميع. سيادة المطران ويليام الشوملي الجزيل الوقار، حضرات الآباء الكهنة الأجلاء، حضرات الأخوات الراهبات المحترمات، حضرات الإخوة والأخوات الكرام، باسمي واسم إخوتي الشدايقة في رعية سلطانة السلام نشكر الله شكراً لائقاً على هذا اليوم المميز وعلى النعمة التي استمطرتنا بها. نشكر كاهن رعيتنا الأبهاني جميل الذي رشحنا لهذه الرتبة، كما ونشكر الأب أنطونيو على تشجيعه لنا. نشكر بشكل خاص سيادة المطران ويليام الشوملي الجزيل الاحترام، والذي أمضينا معه وبمعيته عاماً من التدريب لرتبة القارئ ثم لرتبة الشدياق، وإننا جميعاً نجله ونكن له كل الاحترام والتقدير على جهوده التي بذلها معنا طيلة العام حتى أوصلنا لهذا اليوم المميز والمبارك، والذي نلنا على يده نعمة وبركة إقامتنا شدايق في رعيتنا. هذه الفرحة الكبرى والنعمة والبركة لنا ولرعيتنا، وإنه لشرف عظيم تشرفنا به اليوم، وبمعونة مخلصنا وفادينا يسوع المسيح وحماية أمنا مريم العذراء سنكون عند حسن ظنكم. إخوتي وأخواتي، إن الروح القدس ساكن في كل مؤمن حقيقي، وقد ختمه الله بالروح القدس، وهذه بركة عظيمة، فلا نعطل عمل الروح القدس فينا. لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، أفسس 4:30. فلنفسح المجال لعمل الروح القدس ما يعكس به أعمالنا وحياتنا للآخر. شكراً للجميع. مشاركتنا هذه النعمة والبركة وفرحتنا العظيمة والتي زادتنا بهجةً وسرورًا بحضوركم الكريم، وشكراً لحسن استماعكم. الرب معكم ومع روحك أيضاً. ليكن اسم الرب مباركاً من الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض، بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة، بارككم الله القادر على كل شيء، الأب والابن والروح القدوس. آمين. لنذهب بسلام المسيح. الشكر.